دونك دابا حنا كاينين في حدا كارتي لايا اللي كاين حدا الجهه ديال لو سي بي. هنايا كاين هاد لي شونجور اللي دار صراحه لي شونجور اللي ولا اللي كيبدل اللي كيسهل لابور بالنسبه للناس اللي غادي للسونتر فيل ولا بالنسبه للناس اللي غادي للطرق مرات ولا بالنسبه للناس اللي غادي. دونك في الاول كنتي صراحه كنت كنفس بزاف هذا بالنسبه للناس اللي غادي للرباط ولا اللي غادي نرجعوا حتى للجديده ولا غير فرج هذه الولفه والسيسفو. هنايا هاد البلاصه اللي كندوزو منها حنايا بالنسبه للناس اللي غادي طالعين للبوسكوره والناس اللي غادي طالعين هنا غادي ندوزو على هذاك لو بون جسر اللي طالما تسنيناه الحمد لله بتوفيق الله بخير اللي من هنا داروا هاد لاكسي ديريكت للمرجان اللي كيدير مزيك لي باركي كما درنا ديجا واحد الفيديو دونك الحمد لله ولات الطريق هنايا قادة غير كنعقل غير في هاد البلاصة هادي غير في هاد البلاصة كانت كتمشي تقريبا شي 20 دقيقة ولا حتى 15 20 دقيقة غير في هاد البلاصة هادي ودابا الحمد لله كدوز في دقيقة ولا جوج اللهم لك الحمد لله النعمة الله يزيد ويفضل هاد البلاد هادي ان شاء الله ونشوفو ديما نشوفو النمو ونشوفو غايقولو شي وحدين بلي راك لا راه باقي خاص خاص راه سي نورمال ديما خاص ولكن الحمد لله ديما كاين جديد راه لاحظتو في الفيديوهات ديالنا الحمد لله ديما كاين جديد ما كنقولو ديما اي حاجة زوينة لان كاين بزاف د الحوايج خصهم يتصاوبو بزاف د الحوايج فيهم ولكن الحمد لله المسيرة ديال التنمية راه متواصلة المسيرة ديال التنمية راه غادا وكتمشي بشوية 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 ان شاء الله يحملو المهم في هادشي كامل هو ديما كاين جديد في البلاد في الارض السعيدة نتمنو من الله ازدهار هاد البلد الحبيب التضامن ديالنا ان شاء الله كامل غادا تكون الامور بسلام ان شاء الله هادي هي الطريق ديال ماكينة فلاشي صراحة توحشنا هاد الاجواء هادي توحشناها الحرية راه نعمة كبيرة من نعم الله سبحانه وتعالى ما حنا عرفنا بالقيمة ديالها عندنا تحية كبيرة للناس ديال سائقين الشاحنات سائقين الشاحنات اللي مسلمين كانت هما من الجنود اللي كانوا في الواجهة الأمامية دونك هنا كاين براج اللهم لك الحمد ولك الشكر على هاد نعمة الحرية والطريق هي نعمة من نعم الحياة تكون هناك مادة مزيانة وتهي نعمة المازوط داير 7 دراهم و 59 انشار 7 دراهم و 63 عند افريقيا صراحة كنت فكرت ندير واحد كل صباح
فائده وفيه. بالنسبه للناس اللي كانوا يعرفوا المازوت، فالشمه ديال المازوت عندها شمه مستسفه. وكرهنا في النواحي ديال قربنا من السبوره المدينه الخضراء، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.